الجديد ديالي هو كيف عرفوا الناس هو مالو اغنية عصرية بالطبع شعبي كلمات محمد امير والحان اشرف فقيه توزيع بدر مخلوقي واخراج بطبيعة الحال حسن الكرسي واللي شرفت على اغنية هي هدى ديالي لي كان عندها سبب كبير في تغيير تغيير ديال اللباس تغيير الاغنيه هي اللي خلاتني نتجه لهذا السيل الجديد عليا الحمد لله الاعمال ديالي الحمد لله كلهم ناجحين و هذا هاد ال... هاد ال... هاد العمل الجديد قلت زعما غيرت طريقه الباس وطريقه الغناء كان عندي واحد 50% 70% ديال النجاح والحمد لله ربي ما خيبنيش هي درتها كتجربه والحمد لله من اللي خدا خدا نجاح وعجب الناس علاش لا اللي ما نغنيوش الراي نغنيو خليجي شعبي عصري يعني باش نكبروا نكبروا القاعده الجماهيريه الحمد لله ونغازلوا جميع الانماط وجميع الاجناس وهذا الشيء اللي كاين وتقريبا جميع الفنانة كبرت معاهم الحمد لله كانوا جهلهم صحية كبيرة كلهم كان سمع الكل شيء وسختو اللي كنت صغيرة كنت كان يسمع الفتنة الحسين الحمونية يعني شيخة القدام اللي كيغنوا العيطة تورات المغربي ديالنا انا اول حاجه كنوجه لهم تحيه كبيره كاملين جميع الفنانة وانا اللي قلت زعما هضرت على جينيراسيون ديالي فقط يعني الفتره اللي انا فيها اللي كاينه انا فيها آه ما كنهضرش على جينيراسيون قبل ولا جينيراسيون اللي, اللي جايه ولا فقط انا كنهضر غير على الفتره اللي انا كاينه فيها وهذا الشيء اللي كاين وكنتمنى نتمنى يكون الجواب ديالي فهموه الفنانه والمغرب كاملين وكنوجه لهم تحيه كلهم ما عليك انا كنهضر سبونطاني زعما انا عفويه بزاف واللي في قلبي على لساني هادشي اللي كاين اصلا عندي ديو مع سعيد السنهاجي كانوا جالو صحيه فنان كبير وكيعجبني وكان غيكون كان غيكون ديجا ديو ومع الكونفينمون هذا وتوقفنا وهو مشى عنده اعمال ديالو انا عندي اعمال ديالو ولكن ان شاء الله غادي نتلاقاو وغادي يكون ديو ان شاء الله ان شاء الله كاين 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 ديو مع فنان عربي وفنان مغربي كيف قلت ولكن ما غاديش نحرق المراحل نخلي ان شاء الله داكشي بوقته تقدر تكون خليجي ما أعرف، شويه ما نقول يعني ملي كنقولوا فنان مغربي غادي تكون اغنيه مغربيه كنقولوا فنان عربي يعني غتكون اغنيه عربيه خليجيه ما غاديش نقول الحمد لله من الناحية المادية الحمد لله ما أثرش من الجانب المعنوي آه و سيرتو كيف كنقولوا الموسيقيين اللي معنا اللي تضروا شويه ما الحمد لله كيف كتعرفوا الفنان كيكون عنده واحد الكاشي كيخدم به يعني يقدر يقدر, يقدر يقاوم الازمه ولكن ما عنده فين غادي يقاومها مازال يعني عام ولا عامين اذا ما يكفي يعني لا طولات يقدر الواحد يتضر وكنتمنى ان شاء الله ترفع علينا هذا الوباء الطبيعيه وان شاء الله يرجعوا الافراح والمسرات على الناس كاملين ان شاء الله شفتو قدامي غادي مشاو ما عبرنيش بقيت نفكر في تناسي مجانيش جانيش على هاني خلاني ونساني والله ما نسمحلي شفافي انا عدياني